في ملخص الجولة الأولى للقاء الوداد الرياضي البيضاوي أمام المغرب الفاسي، قمة الجولة الثامنة، مباراة لكل طرف يبحث على النقاط الثلاث ومواصلة النتائج الإيجابية. فريق المغرب الفاسي يحاول أنه يبحث على بعض الحلول الوقت اللي كان هناك خطأ على مستوى التمرير من جلال الدودي على الدين أجراي، تسديدة وتدخل حارس أحمد رضا التقنوتي، كان انفراد بالحارس التقنوتي، لم يتم استغلال هذه الفرصة على نحو جيد من طرف على الدين أجراي. أيمن الحسوني تمريرة ورأسية لمؤيد اللافي، أبرز فرصة لفائدة فريق الوداد، وكرة تمر جانبا من مرمى الحارس أيمن ماجد. حاولت الفريقين تواصلت، هنا تسديدة لمحمد الفقيه وتدخل حارس أحمد رضا التقنوتي. فريق الوداد حاول يلقى بعض الحلول خصوصا على مستوى الأطراف، هنا تمريرة من يحيى عطيطلة وتدخل الدفاع. فريق المغرب الفاسي كان منظم بشكل جيد لتنتهي الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريق. نفذة الزاوية الرأسية، فرصة دائما الخطورة والكرة كانت تخرج خارج أرضية الملعب. تبعد المحاولة، فرصة لفائدة فريق المغرب الفاسي عند أيوب الخضر، أيوب الخضر تمريرة، فرصة ديمبا كامارا، محاولة تسديد، تسديدة والكرة تمر جانبا من القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد رضا التقنوتي. ومن جديد هاد المحاولة تمريرة من أيوب الخضر، ديمبا كامارا تبعد المحاولة لفائدة فريق الوداد، بنزا تسديدة أرضية سهلة عند الحارس أيمن ماجد. نتابعوا الزاويات، نفدات داخل المعترك الرأسية، الخطورة متواصلة، أيوب الخضر يسدد مباشرة والكرة خارج أرضية الملعب. ديمبا اللاعب الغيني، ديمبا تمريرة، دي محاولة في فريق المغرب الفاسي، محاولة دخول، فرصة تضيع للاعب لويس أميغا أوتشانغا، رفعت الكرة من جديد داخل المعترك وتدخل الدفاع، الخطورة متواصلة. ديمبا كامارا يمرر هنا السرعة، هنا المراوغة، الدخول داخل منطقة الجزاء، التصدي ممتاز لأحمد رضا التقنوتي والكرة تخرج خارج أرضية الملعب. لاحظ كنتابع بأنه غادي يكون هناك أنس سرغت اللي كيستعد كذلك للدخول. هذه فرصة، كانت فرصة بواسطة لاعبين بنزا عمر فاروق كومارا، الأخ الأصغر للشيخ إبراهيم كومارا، غتكون عنده فرصة أنه يظهر في الوقت، فرصة بنزا وتدخل ياسين رامي أمام اللاعب سيف الدين بوهرة اللي دخل منذ قليل، انذار ثاني ما يعني الطرد ليحيى جبران المحمدية. تبعد المحاولة لفتاة فريق الوداد، رفعت الكرة، فرصة رأسية، لاعب يحيى جبران اللي خرج منذ قليل. تبعوا المحاولة والمراوغة الممتازة من يحيى عطية الله، كرة طبق من ذهب لبنزا كامبوليك الذي يتمكن من توقيع هدف الأول لفائدة فريق الوداد. عمل كبير اللي قام به يحيى عطية الله على مستوى الجهة اليسرى، وبنزا كامبوليك في المكان المناسب يودع الكرة في شباك الحارس أيمن.